العسكرية العليا والمركز المصري للدراسات الاستراتيجية. بينضم إلينا أيضا الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ. يا دكتور أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ أيمن. دلوقتي الجهود المصرية المستمرة في فكرة، هنا خلينا نتكلم على المفاوضات ما بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، متمثلة طبعا في حركة حماس، يعني كانت اقتربت القصة من انفراج قريبة، لكن في مفاوضات بتجرى الآن داخل القاهرة. آخر التطورات حول هذه المفاوضات والدور المصري لتقريب وجهات النظر. يعني طبعا مصر بتبذل جهود كبيره في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، رغم الصعوبات والتحديات اللي كلا الطرفين بيحاول يعملها لعرقله هذا الاتفاق. احنا شفنا حماس اتاخرت ازاي في الرد، شفنا حادث معبر كرم ابو سالم، لكن كمان الجانب الاسرائيلي كلنا نعلم ان نتنياهو يريد يعني أن يمد في الحرب أكبر فترة حتى يحافظ على مقعده كرئيس الوزراء، وبالتالي هو أيضا يضع عراقيل كثيرة في إتمام هذا الاتفاق. الغريب أنه يحاول في ظل التشرذم الإسرائيلي الإسرائيلي، يمكن وضع فلسطين وضع أفضل يمكن لأول مرة، لأنها هناك توافق فلسطيني فلسطيني على معظم البنود، بينما مصر أيضا لعبت دورا كبيرا في هذا الأمر، بينما اسرائيل الداخل هناك مفكك بين حكومه يمنيه متطرفه، بين نتنياهو مجرم الحرب الذي يحاول ان يحافظ على مقعده مهما كان كميه الدماء التي سالت او ستسيل بسبب ذلك المنصب، وبين بعض اهالي الرهائن الذين يتظاهرون يوميا لاتمام الصفقه او اتمام الهدنه او اتمام الاتفاق. العمليه صعبه، لكن مصر ما زالت بتبذل جهدها. امبارح الامور كانت الى حد ما، يعني ما تسرب منها ان الامور الى حد ما كانت تسير بشكل اهدى. النهارده لسه الامور مش باينه قوي، لكن زياده الضرب في رفح ما قامت به اسرائيل منذ ساعات، بزياده الضرب في وصعود كما جاء في قناه القاهره الاخباريه، يدل على ان نتنياهو اما انه يحاول ان يلعب بهذه الورقه للضغط على الاتفاق، اما انه يحاول ان يخلع من الاتفاق. الممارسات التي يمارسها نتنياهو في الاسابيع الاخيره تؤكد انه غير جاد في هذه الاتفاق رغم انه يرسل وفده. دكتور محمود، هل بتعتقد انه عدم جديه نتنياهو في اتمام هذه الاتفاقات وخروج بعض العراقيل التي تؤدي الى العوده الى الخلف فيما يخص اي اتفاقات مزمعه ما بين الجانبين، هل بتعتقد انه الوصول الى اتفاق، الى وقف اطلاق النار، الى يعني الالتزام بهذه البنود، هل هي خساره من الناحيه السياسيه الى نظام نتنياهو ونتنياهو شخصيا كمان؟ يعني اعتقد ان نتنياهو يحاول ان يخاطب او يسير خلف بعض عناصر حكومته المتشدده، ونتنياهو بطبعه متشدد ونحن نعلم ذلك، لكنه يراهن على الراي العام المتشدد في اسرائيل. كما قلت لك، هو يعلم انه طالما الحرب استمرت فلن تكون هناك انتخابات اسرائيليه، لكن اذا ما انتهت الحرب فسيضطر الى اجراء انتخابات اسرائيليه اعتقد لن تكون في صالحه، سيضطر إلى أن ينجر إلى محاكمات سياسية حول ماذا حدث في 7 أكتوبر، سينجر إلى أمور كثيرة، قد ينجر أيضا إلى محاكمته كمجرم حرب وفقا للمحكمة الدولية، وبعض قادته يمكن أن يتم محاسبته. فأعتقد أن نتنياهو يحاول أن يستريح من كل ذلك بأن يحاول أن يمد أجل الحرب على أكبر فترة. الجهود المصرية يعني كبيرة على كافة المسارات، المسار الإنساني، المساعدات تصل يوميا من خلال معبر رفح، المسار السياسي والدبلوماسي السياسي، مصر تقريبا الرئيس السيسي وأجهزته تقريبا تواصلوا مع كل دول العالم من 7 أكتوبر حتى الآن للتأكيد أو لشرح حقيقة ما يحدث في الأراضي المحتلة وفي غزة تحديدا والممارسات الإسرائيلية الصعبة. نتمنى أن تخرج اليوم الهدنة باتفاق واضح، نتمنى أن تنتهي هذه الحرب التي أثبتت عجز المنظمات الدولية سواء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو غيرها، هذه الحرب التي أثبتت زيف
ادعاءات الغرب في ضروره القانون الاحتكام للقانون الدولي او ممارسات حقوق الانسان او غير ذلك من الامور. هذه الحرب للاسف كشفت الاقنعه لكثير ممن كانوا يدعون انهم مناصرين لحقوق الانسان او الانسانيه. صحيح. بالنسبة للحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر داعم للكيان المحتل، يمكن مفترض أنها قررت تعليق شاحنة قنابل لإسرائيل للضغط على تل أبيب لمنع اجتياح رفح، وطبعا معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مصدر للسلاح إلى الجانب الإسرائيلي. هل بتعتقد أنه ده ممكن يكون كارت ضغط على الجانب الإسرائيلي، أولا لعدم تنفيذ عملية اجتياح في رفح، وثانيا لفكرة أنه تقبل إسرائيل بشكل أو بآخر أنها تجلس على طاولة المفاوضات وتقبل ببنود الاتفاق؟ هل بتعتقد أنه الولايات المتحدة ستمارس هذا الدور إلى نهاية، أم كما اعتدنا يعني ستعود من جديد لدعم يعني أنا سامع امبارح إسرائيل بلا شروط بيتحدث عن أنه لن يعني أنه سيحمي أمن إسرائيل وبيخاطب الجالية اليهودية بشكل واضح. للأسف أن الحرب جرت في أجواء تمهيد للانتخابات الأمريكية، وحضرتك تعلمي أن في الانتخابات الأمريكية كل يغازل جماهيره وكل يغازل ناخبيه، فبالتالي الرئيس بايدن بيحاول يغازل الجالية اليهودية بشكل كبير، بيحاول يكسب أصواتها، بيحاول يدعم إسرائيل على قد. وإحنا شفنا حتى رغم أن هما مثلا لما اتقالوا أن ما فيش اتصالات بين بايدن ونتنياهو، مجرد ما إيران رمت شوية ألعاب أو رمت شوية قنابل لزر بيقولوا لزر الرومات العين أو غير ذلك، قامت اتفقت أمريكا مرة أخرى ودعمت إسرائيل بشكل كبير. فالموقف الأمريكي موقف ما نقدرش نقول عليه أنه هو موقف جاد في نصرة الحق، ما نقدرش نقول عليه أنه هو جاد في دعم الإنسانية، ما نقدرش نقول إن هو جد، لأن إحنا بنسمع تصريحات من اليوم الأول على ضرورة مراعاة المدنيين وحماية النساء والأطفال، وكل يوم يقتل الأطفال والنساء على الملأ. بل بالعكس، وصلنا لمرحلة من المراحل أن الخطاب الأمريكي كان صدى صوتا للخطاب الإسرائيلي. كل الأكاذيب الإسرائيلية كانت تقررها أمريكا بشكل قد يكون لم يحدث من قبل ان في وقت حرب، حضرتك يعني مهتمه بالملف الفلسطيني ومتخصصه فيه وتعلمي تماما ان ما فيش رئيس راح زار اسرائيل في وقت حرب الا الرئيس بايدن. صحيح. ما فيش الدعم العسكري، الاساطيل اللي اتحركت والحاجات اللي اتحركت والاسلحه اللي اتحركت سريعا ما حصلش قبل كده. كمان الدور البريطاني، يعني بريطانيا ايضا حركت وثم اختفت. ممكن فرنسا موقفها تغير شويه، وشايفين الرئيس ماكرون بقاله فتره مساند للحق الفلسطيني، مساند لانهاء الحرب، ومساند لكن اين ايضا باقي المجتمع الاوروبي؟ اوروبا كان فيها موقف ايضا ضد الفلسطينيين في بدايه الحرب لكنها تغير الفتره الاخيره، لكنها غابت تماما عن مشهد الاتفاقيات والهدنه باستثناء يمكن فرنسا اللي هي اكثر جديه في هذا الامر. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ. ينضم إلينا أيضا الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي. دكتور ياسر أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني كيف تقرأ المشهد؟ يعني الجهود المصرية يمكن كنا بنقول منذ اليوم الأول كانت كلها داعمة للملف الفلسطيني على المستوى السياسي، على المستوى الشعبي، على المستوى الإنساني، وحتى على المستوى الإعلامي. كيف تقرأ ذلك؟ الدور المصري حيال القضية الفلسطينية هو دور تاريخي، هو دور الذي لعبته الدولة المصرية منذ بداية هذه الأزمة قبل نحو 7 عقود أو أكثر، هو دور شمل كل نواحي التعاطي والاستجابة. نحن الذين خضنا الحروب، ونحن الذين أيضا قمنا بمحاربة.